سديت ماي هذه 14/10/2013 مكان سقوط احدى صواريخ الراجمات التي قصفت بها مدينه البيادي. حسبي الله ونعم الوكيل. هذه بيوت للفقراء، بيوت فقراء ناس هوائل امنين، لا جيش حر ولا اي شيء، جبهه مصر ولا غيره. اثار الدمار نتيجه القصف الهمجي والعشوائي على مدينه البيادي. حسبي الله ونعم الوكيل. مدينه البيادي 14/10/2013. هاي ضحية بشار على الشعب. صار الدمار هذه المنازل. آثار الدمار نتيجة القصف الهمجي والعشوائي على مدينة البيادي.